السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. هكذا علمنا الهادي نفشي بيننا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. خيركم عند اللقاء من يبدأ بالسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الخامس، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مدرسة المجتمع الابتدائية الخاصة للبنات. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. رسالة المدرسة: تهيئة بيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم، استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال، تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا وتربويا. الانتماء إلى الوطن، علينا تعزيز الهوية الوطنية بالانتماء إلى الوطن والتمسك بقيمه وأخلاقه وثقافاته والدفاع عنه. كما تعلمنا أيضا في الحصة الماضية رسم علم دولة قطر من خلال برنامج بينت 3D. القيمة الشهرية: الابتكار. هناك 5 وسائل للإبداع والابتكار: العمل الجاد، تخصيص وقت للإبداع، ممارسة الألعاب، اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، تحديد العقبات والتغلب عليها. القيمة الأسبوعية: أهمية العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحدة الأولى: الرسم ثلاثي الأبعاد. الدرس الأول: مقدمة في بينت 3D، الجزء الرابع. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تنشئ الأشكال، أن تعدل الأشكال. مصطلحات الدرس: تعديل modify، شكل ثلاثي الأبعاد 3D shape، الفرش brushes، تعبئة اللون color fill، سمك الخط line thickness، أشكال ثنائية الأبعاد 2D shapes. هيا بنا حبيباتي نتذكر معا ما تم دراسته بالحصة الماضية. درسنا كيفية إنشاء رسوم جديدة، وقمنا برسم علم دولة قطر من خلال برنامج بينت 3D.
الهدف الأول لدرسنا اليوم أن تنشئ الطالبة أشكال. هيا بنا نتعلم كيفية إنشاء الأشكال باستخدام برنامج بينت 3D. سنقوم بتنفيذ هذه الخطوات لإنشاء شكل ثنائي الأبعاد كما نرى في الفيديو التالي. لرسم شكل ثنائي الأبعاد كما تعلمنا بالحصة الماضية، أولاً علينا الضغط على 2D shapes أو أشكال ثنائية الأبعاد، ثم نقوم باختيار الشكل المناسب الذي نريد رسمه، ولتكن دائرة، ثم نقوم بالرسم على لوحة الرسم بهذا الشكل. ثم نضغط علامة صح لتثبيت الشكل. الهدف الثاني لدرسنا اليوم أن تعدل الطالبة الأشكال. هيا بنا نتعلم كيف يتم تعديل الأشكال. هذه هي الخطوات التي سوف ننفذها لتعديل شكل ثنائي الأبعاد. هيا بنا نتعلم من خلال الفيديو التالي. إذا أردنا تعديل الأشكال، لابد من تعديل أو تحرير الأشكال أولاً قبل الضغط على علامة صحيح أو كوميت. إذن علينا التراجع، ثم من البداية سنقوم بإدراج الدائرة مرة أخرى أو الشكل ثنائي الأبعاد لنستطيع تحرير الشكل. أولاً إذا أردنا وضع لون أو ملء الشكل بلون محدد، نضغط على Fill ونختار اللون المناسب، وإذا أردنا تغيير لون الخط الخارجي للشكل، نضغط Line Type ونقوم بوضع اللون المناسب، وأيضا إذا أردنا زيادة سمك الخط للرسمة نضغط على Thickness كما تعلمنا بالحصة الماضية إلى اليمين أو إلى اليسار. بهذا الشكل يمكن تغيير حجم الخط. والآن يا حبيباتي سوف أطرح عليكم سؤال: هل نستطيع تحويل الأشكال ثنائية الأبعاد إلى أشكال ثلاثية الأبعاد؟ نعم، نستطيع تحويل الأشكال ثنائية الأبعاد إلى أشكال ثلاثية الأبعاد. والآن باستخدام برنامج بينت 3D سوف نقوم بتحويل الشكل ثنائي الأبعاد الذي قمنا برسمه في بداية الدرس إلى كائن ثلاثي الأبعاد، وهذه هي الخطوات. هيا بنا نشاهد الفيديو. نلاحظ الآن عدم الضغط على علامة صح أو كوميت، لأننا سوف نقوم بتحرير الشكل مرة أخرى لتحويل الشكل من شكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد.
أولاً سوف نرى هنا make 3D. make 3D أمر يحول الشكل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. لنضغط، نلاحظ هنا ظهور علامات X, Y وZ، وهذه تكون موجودة في الأشكال ثلاثية الأبعاد، لأن الأشكال ثلاثية الأبعاد لها ثلاث أبعاد كما تعلمنا: الطول والعرض والارتفاع، ويمكننا تحريك الشكل بشكل أفقي أو رأسي أو تدوير الشكل كما تعلمنا سابقا. وبهذا قمنا بتحويل الشكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد. يمكننا الضغط الآن على المساحة الفارغة لتثبيت الشكل، وهذا هو الشكل النهائي لدرسنا اليوم. الآن سوف نقوم بحل هذه الأسئلة من كتاب الطالب، صفحة 32. أولاً، عندما ننشئ شكلاً ثلاثي الأبعاد، فإننا نحدد العرض والارتفاع فقط. خطأ، لأننا عندما ننشئ شكلاً ثلاثي الأبعاد، كما تعلمنا له ثلاث أبعاد: الطول والعرض والارتفاع. يمكننا رسم أشكال ثلاثية الأبعاد فقط باستخدام Paint 3D. طبعاً خطأ، لأنه أيضاً يمكننا رسم أشكال ثنائية الأبعاد كما تعلمنا في درس اليوم. ثلاثة، في Paint 3D يمكنك تحويل الشكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد. نعم، صحيح، كما تعلمنا بالدرس اليوم. يمكننا نسخ الأشكال في Paint 3D لإنشاء عالم ثلاثي الأبعاد. نعم، تعلمنا في الحصة الماضية كيفية نسخ الأشكال باستخدام stamp. إذن صحيح. تدريب: قومي بعمل مشروع مترو قطر الريل الموجود بكتاب الطالب صفحة 34، الخطوات من 1 إلى 3. انتهى درسنا اليوم، بالتوفيق لكن حبيباتي، أراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.